بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد. لتكن نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس معكم جميعا. ايها الاخوه، لنندم على خطايانا فنكون اهلا للاحتفال بالاسرار المقدسه. انا اعترف ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. كيري ليسون، كريستا ليسون، كيري ليسون. المجد لله في العلا. فلنصلي. أيها الإله الأزلي القدير، يا من أوحيت إلى القديسة مريم البتول وهي حامل بابنك المتجسد أن تخرج إلى زيارة آل صبات وهي حامل بيوحنا وتخدمها، نسألك فاجعلنا ننقاد إلى صوت الروح القدس، فتعظمك نفوسنا وتبتهج بك أرواحنا مع البتول أمنا إلى الأبد، بربنا يسوع المسيح ابنك الذي يحيا ويملك معك باتحاد الروح القدس إلها إلى دهر الداهرين. القراءة الأولى قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أيها الإخوة، لتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر والزموا الخير، ليحب بعضكم بعضاً حباً أخوياً، تنافسوا في أكرام بعضكم لبعض، اعملوا للرب بهمة لا تفتر، كونوا في الرجاء فرحين وفي الشدة صابرين، وعلى الصلاة مواظبين، كونوا للقديسين في سد احتياجاتكم ومشاركين، وإلى ضيافة الغرباء مبادرين. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، كونوا متفقين ولا تطعموا في المعالي، بل ميلوا إلى الوضيع. كلام الرب. الردة: إن القدوس في وسطك عظيم، هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أفزع، الرب عزي وتسبيحي، لقد كان لي خلاصا. اعترفوا للرب، ادعوا باسمه، أخبروا في الشعوب بأعماله، اذكروا أن اسمه قد تعالى. أشيد للرب، فإنه قد صنع عظائم، أخبر بذلك في الأرض كلها. إن القدوس في وسطك عظيم. إنك أنت
أصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. وفي تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا، ودخلت بيت زكريا فسلمت على آل صباط. فلما سمعت آل صباط سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرات بطنك. من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ فما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى لمن آمنت فسيتم ما بلغ من عند فقالت مريم: تعظم الرب نفسي وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى أمتي المتواضعة، سوف تهنئني بعد اليوم جميع أجيال، لأن القدير صنع إلي أمورا عظيمة، قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقون. كشف عن شدة ساعده فشتت المتكبرين في قلوبهم، خلع الأقوياء عن العروش ورفع أشبع الجياع من الخيرات والأغنياء صرفاهم فارغين، نصر عبده إسرائيل ذاكرا كما قال لأبائنا رحمته لإبراهيم وذرياته للأبد. وقامت مريم عند آل صباط نحو ثلاثة أشهر، ثم عادت إلى بيتها. كلام الرب. التسبيح لك أيها الأخوة المباركون، نحن اليوم مجتمعون للصلاة كالرسل الأولين مع السيدة العذراء ومن حولها
لنقدس سرها ونعظم ذكرها ونصلي معها ونتقرب إلى المسيح بحبها ونستذكر بالحب والثناء زيارتها. والعذراء عندنا بمقام المسيح حاضرة بحبها وروحها فينا، وإن سهونا ونسينا حضورها مع الرسل في كل مكان ومع الناس في قانا الجليل. وعندما نقدس سرها ونعظم ذكرها فنحن نعيش الإنجيل ونحقق نبوءتها حين قالت: ها منذ الآن تطوبني، أي تباركني جميع الأجيال. فمن طوبها كان عند المسيح طوباوياً، أي مباركاً. لكن بعض الناس لا يحبون هذا الكلام، وهم متأثرون بالروح التلمودية الحاقدة، والتلمود هو الحديث عند اليهود، ولا يتأثرون بالإنجيل، ويقولون في العذراء أنها كانت خاطئة كسائر النساء الخاطئات إلا عند ولادة يسوع منها، وهو قول حرام. وآخرون يقولون أنها تزوجت لحاجة عندها إلى غير يسوع، وأنها أنجبت ليسوع إخوة أشقاء هم في الإنجيل يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا، وهو كذلك افتراء كاذب وقول حرام. وآخرون يقولون أن المسيح لم يوصي في الإنجيل بحبها، وأنه في قانا استنكرها وخاطبها تحقيرا لذاتها يا امرأة، وأنه ردها فيما طلبت إليه في العرس حزينة خائبة، وهو أيضا قول كاذب حرام نبذته الكنيسة لخروجه عن الإنجيل. وآخرون يقولون: يكفيني يسوع ولا مكانة في ديني وإيماني لمريم، وهو قول منبوذ، لأن يسوع لحم من لحمها ودم من دمها، وحبها كان على حب المسيح دليلاً وبرهاناً. هذه يا إخوتي افتراءات الناس يلفقونها كما يشاءون، لكنهم بما يقولون يكفرون مرتين: مرة بحق مريم وهي الطاهرة من العيوب والخالية من الذنوب والناجية من الأهواء والممتلئة نعمة وعصمة وجمالا، ومرة يخطئون بحق يسوع ويسوع يعظم من يعظمها ويذل من ينكرها. لكن أم المسيح بمقام المسيح وهي حاضرة فينا وإن سهونا ونسينا، فهي الممتلئة نعمة ورحمة وعصمة وتنزيها، الرب معها والروح القدس نازل عليها وقوة العلي تظللها. فمن قال فيها حراما كفر مرتين: مرة بمريم إذ يفتري كذبا عليها، ومرة بحق يسوع إذ يجعل يسوع بمولده من خاطئة خاطئا. هي العفيفة الشريفة الفاضلة المنزهة لم تنجب إلا يسوع ولداً، ويسوع بكرها ووحيدها، والبكر هو أول مولود وإن لم يولد بعده آخرون، وهو عند اليهود الإبن الوحيد. والإخوة في الإنجيل هم أولاد العم، لذلك فيعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا هم بالحقيقة أبناء عم يسوع من كليوفا ومريم غير أمه، وليسوا ليسوع إخوة أشقاء، والإنجيل لا ينسبهم أبداً إلى مريم. يسوع في الإنجيل أوصى الناس بحبها مرتين،
مرة بنفسه فأوصى يوحنا بها، ويوحنا عنده كل المؤمنين والتابعين إلى يوم الدين، ومرة بكنيسته فأوصت الكنيسة فأوصت الكنيسة بتعليم الناس ما ينفعهم للخلاص، فعلمت الكنيسة حبها أجيالاً ولا تزال تعلم. يسوع في الإنجيل أحبها وسخر لها في العرس قدرته وأكرمها بالمعجزات، فحول لها الماء خمراً وقدم من أجل ذاتها ساعته، وعظم أمام الناس جاهها وخاطبها خطاب الملوك الأعظمين يا امرأة، وأوحى إلى الناس أن يقصدوه بها، فمن قال فيها خلاف ما تقول الكنيسة وعلم الناس نسيانها كان عند المسيح شقياً منافقاً. فإذا جاء من ينكر أمرها ويدعو إلى حب المسيح من دونها ويقول أنها ويقول فيها قولاً حراماً كان عند المسيح شقياً عصياً منافقاً ولو كان ملاكاً من المقربين. وإذا جاء من يقدس سرها ويعظم ذكرها ويوحي إلينا أنها حاضرة بحبها فينا وإن سهونا ونسينا، وأن حبها من حب المسيح وحياً وتنزيلاً كان عند المسيح عظيماً مباركاً. المسيح ومريم رفيقان لا يفترقان، هما للخلق الجديد والفداء آدم وحواء. الخلق برجل هو آدم، وامرأة هي حواء، والفداء برجل هو المسيح، وامرأة هي مريم. آدم وحواء أصل البشرية المفتدى، أصل البشرية الهالكة، والمسيح ومريم أصل البشرية المفتدى. حواء شريكة آدم في المعصية، ومريم شريكة المسيح في البر. حواء عون لآدم على الشر، ومريم عون ليسوع على الخير. حواء شريكة آدم في الإغراء، ومريم شريكة المسيح في الفداء. حواء صاحبة الخطيئة والفتنة والخصام، ومريم صاحبة النعمة والعصمة والسكينة والسلام. حواء أم اللعنة والغضب، ومريم أم البركة والرضا. حواء واهبة الموت، ومريم واهبة الحياة. حواء صانعة الهلاك، ومريم صانعة الخلاص. حواء تمرد وعصيان، ومريم طاعة وإذعان. حواء طاردة الناس من الفردوس، ومريم معيدة الناس إلى الفردوس. لذلك فحبها من حب المسيح وحياً وتنزيلاً، فمن مسها بالسوء فقد مس المسيح بأغلى ما لديه. ومن قال ومن كان همه في الحياة أن يحرف الإنجيل على هواه ليثبت للناس البسطاء بالخبث والدهاء أنها خاطئة من بعد بر أو بارة من بعد خطيئة ونادى باستبعادها، فقد استنزل عليه وعلى ذويه بما استنبط وقال لعنة المسيح والكنيسة والأجيال. هي حقاً بحبها حاضرة فينا وإن سهونا ونسينا. لذلك ذلك من شأن كل الأمهات الصالحات، وأم المسيح أكثر. إذا وقع أحدكم
في صعوبة أو خطر، قال بطريقة عفوية: يا مريم. وإذا وقع لأحد طفل أو ناله أذى قال: يا مريم، يا عذراء. وإذا حل بأحد ضيق قال: يا عذراء. وإذا برز لأحد منكم شيطان في يقظة أو في منام قال: يا عذراء. وإذا أحدكم روعته الذئاب على الدروب وتولته المخاوف والأحزان قال: يا عذراء. هذا الشعور العفوي العميق باستدعاء العذراء عند الخوف والخطر هو ردة فعل من الإيمان رسخت في قلوب الناس. هذا الشعور بحضور مريم في المؤمنين لا ينسخه قادم كان على الدين دخيلاً ولا مبشر كان على الإنجيل مفترياً، ولا يتنازل عنه المؤمنون حتى لو جاءهم بغيره من السماء رسول عظيم. فالمسيح لا يرضى لأمه أن يرذلها الناس ولا أن يحبوه من دونها ولا أن يحطوا من مقامها، فمقامها من مقام المسيح وحياً وتنزيلاً. أيها الإخوة، نحن لا نقول هذا الكلام تخجيلاً للآخرين ولا نقوله توبيخاً لهم، إنما نقوله توضيحاً للإيمان الصحيح بمريم أم المسيح ورداً على تساؤلات الناس. فمن حقوق الناس أن يعرفوا ما كان من عند المسيح نقلاً عن الرسل وما كان من عند الناس نقلاً عن الناس. أيها الإخوة، تذكروا فصلت هذه الأمور واذكروا أن العذراء المباركة هي عندنا بمقام المسيح وأنها حاضرة بحبها فينا وإن سهونا ونسينا، وأن المسيح لا يرد لها طلباً ولا يحجب عن ذاتها عجبا. وكونوا مباركين. آمين. نؤمن بإله واحد. نتابع احتفالنا بصلاة المؤمنين وتجدونها على الورق. أيها الإخوة الأحباء، العذراء على عرش السماء مكللة بالمجد والنور والبهاء، وهي هناك تجري ذكرنا عند المسيح، ونحن هنا نجري ذكرها وهي تزور أليصابات، ونقيم أعيادها ونستذكر أمجادها ونختتم أيارها. لذلك نصلي
من أجل أن يعظم الرب بحبها حبنا ويكتبنا بجاهها في تلاميذه الأكرمين. نصلي في هذا الاحتفال من أجل كنيسة الله المقدسة ومن أجل رجالها الماجدين أبينا المعظم وراعينا المكرم البابا فرانسيس وبطريركنا فؤاد وسائر الأساقف العاملين والمستنكفين وراعي هذه الكنيسة الأمين وجميع الكهنة والشمامسة والراهبات والمكرسات والحاضرين من المؤمنين. الرب يهبهم أجمعين الصحة والقوة والسنين. إلى الرب نطلب. اسألوا معطاء واطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. في هذا الاحتفال نصلي من أجل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم سيد البلاد وحبيب العباد وقاهر الدواعش الفاسقين وخوارج العصر الفاسدين وزراءه الأجلاء الماجدين ورجال الجيش والأمن الباسلين وحكام مدينة السلط الأكرمين. الرب يبارك حولهم ويوفق سعيهم ويرعى في كل حين أمرهم. إلى الرب نطلب. نصلي في هذا الاحتفال من أجل أن نرعى حاجات الآخرين كما رعت العذراء في زيارتها، فنزور من كان مريضاً أو كان سجيناً ونطعم من كان جائعاً ونعزي من كان حزيناً. إلى الرب نطلب. اسألوا طاقة واطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. في هذا الاحتفال نصلي من أجل أن يصبح الإيمان بالعذراء على أنها الناجية من الداء بلا دواء والخالية من العيوب والذنوب والأهواء وواهبة السلامة والنجاة وولية الرحمة والنعمة والحياة. إلى الرب نطلب. اسألوا طاقة واطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. نصلي في هذا الاحتفال من أجل أن يتخذ الناس من العذراء المباركة أما حانية يحبونها مرتين وألا يخرجوا في حبها عن صراط الأولين وإن جاءهم بغير حبها رسول عظيم من السماء. إلى الرب نطلب. اسألوا طاقة واطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. في هذا الاحتفال نصلي من أجل الذين يفترون على العذراء إنها خاطئة تزوجت رجالاً وبائسة أنجبت أطفالاً ويكفرون مرتين لكي يتوبوا إليها ويلتمسوا الرحمة بين يديها. إلى الرب نطلب. اسألوا طاقة واطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. نصلي في هذا الاحتفال من أجل الذين ينظرون إلى العذراء صهيونياً ويقولون فيها مع اليهود والتلمود قولاً حراماً، فمن قال فيها حراماً دون ما خوف أو حياء حلت عليه بما نظر وقال لعنة المسيح والكنيسة والأجيال. إلى الرب نطلب. اسألوا طاقة في هذا الاحتفال نصلي من أجل الذين يهجرون العذراء خوفاً من حبها على حب المسيح أو يحبون المسيح على حسابها، فليعلموا يقيناً أن المسيح لا يرحم إنساناً حزيناً، يحبه ويكرهها، يذكره وينساها، يقبله ويأباها. إلى الرب نطلب. اسألوا طاقة.
نصلي في هذا الاحتفال من أجل أن يتقرب الناس إلى المسيح بأمه العذراء، مؤمنين بدورها وسلطانها، واثقين بحبها وحنانها. فمن رعى حبها لا يخاف، ومن استلهم قلبها لا يضيع، ومن قصد أبوابها لا يخيب. إلى الرب نطلب. اسألوا الله اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. في هذا الاحتفال نصلي من أجل مدينتنا وأهلها الطيبين، ومن أجل من كان فيها مريضاً أو حزيناً أو معذباً، لكي يجدوا عند العذراء راحة وسلاما. إلى الرب نطلب. اسألوا الطاقة واطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. من أجل أن تتكرم العذراء صاحبة الشفاعة والوجاهة والسلطان، وتتقبل حبنا أيارا وأدهارا، وثناءنا وردا وطهورا وأزهارا، إلى الرب نطلب. اسألوا الطاقة واطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. نصلي كذلك من أجل الكنيسة الفضائية المسكونية الجليلة الموقرة بقيادة السيدة الجليلة الفاضلة باسمة حتر، لكي يرعاها الرب على المدى ويبقيها صرحاً مجيداً مخلداً، ويهب القائمين عليها والمحسنين إليها الصحة والقوة والسنين. إلى الرب نطلب. اسألوا الطاقة واطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم. أيها الرب يسوع، يا من نردد على أمك السلام تقديساً لسرها وتعظيماً لذكرها وتقرباً إليك بحبها، نسألك فآتنا ألا نتوقف في حبها عند شمعة نشعلها، أو قارورة زيت نحرقها، أو موسم عابر نحياه عابرين، وألا نسمع لأعدائها الظالمين خطابا، وألا نقرأ لهم فيها كتابا، وألا نفتح لهم بابا. فمن كف بصره وساء قدره وتنازل في حبها عما أوحيت وأوصيت لسواد عيون الآخرين من العصاة المتمردين، كان من الخاسرين. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. الترنيمة على التقدمة بسر قيامة المسيح. وَنَهْدِي خُبُورَ
سر قيامة المسيح ربنا نستمد الغفران ونهتف مبارك من بصلبه اعتقنا من الطغيان إله قدوس 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 متعظم رحمة نعظم تذكار أمه مريم سيدة الأقوام ونكرم ذكرى جميع القديسين وشعبه بني الإيمان هللويا 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 سر قيامة المسيح ربنا نستمد الغفران ونهتف مبارك من بصلبه اعتقنا من الطغيان إله متعظم رحمة نعظم تذكار أمه مريم سيدة الأقوام نكرم ذكرى جميع القديسين وشعبه بني صلوا أيها الإخوة إلى الله الأب القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديك مجزيه ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسره. هذه هي ذبيحة الخلاص فلتنل حظوة في عينيك يا رب الجلال يا من رضيت عن مبادرة مريم في زيارة آل صبات بالمسيح ربنا. الرب معكم ومع روحك أيضا لنرفع قلوبنا إلى العلا إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي وأن نحمدك وأن نعظمك ونمجدك
في عيد زيارة القديسة مريم الدائمة البتولية إلى آل صبات، فإنها حبلت بابنك الوحيد بقوة الروح القدس، ومع بقاء مجد بتوليتها فاضت على العالم النور الأزلي يسوع المسيح ربنا، والملائكة به الملائكة لجلالتك يسبحون، والسيادات لها يسجدون، والسلاطين منها يرتعدون، والسموات وقوات السموات والسارفين الطوباويون بهتاف واحد إياها يبجلون. فإياك نسأل أن تعظم أن تضم أصواتهم إلى أصواتنا فنسبح في خشوع قائلين. قدوسنا أنت بالحقيقة أيها الرب يا منبوع كل قداسة وبر، لذلك نرجوك فقدس بنا روحك هذه الأعطيات لتصبح من أجلنا جسدا ودما لربنا يسوع المسيح، الذي فيما كان يسلم للآلام بقراره واختياره، فإنه أخذ خبزا وكسر شاكرا وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا وكلوا من هذا كلكم، فإنما هذا هو حقا جسدي الذي من أجلكم سيسلم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس، شكر مرة ثانية وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا واشربوا منها كلكم، فإنما هذه هي حقا كأس دمي للعهد الجديد الأبدي الذي من أجلكم ومن أجل الكثيرين سيسفك لغفران الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما لذلك فيما نحن لموته وقيامته ذاكرون، فإن إليك يا رب نقدم خبز الحياة وكأس الخلاص، شاكرين لك أنك وجدتنا للوقوف أمامك وللقيام بخدمتك مستعيلين، ونتضرع إليك خاشعين من أجل أن يستجمعنا الروح القدس ونحن في جسد المسيح ودمه مشاركون، ويجعلنا جسدا واحدا. أذكر يا رب كنيستك وقد انتشرت في الأرض كلها من أجل أن تعظم بكمال الحب سرها واحدة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريرك نفاد وأسقفنا مروان وجميع الكليروس. أذكر كذلك إخوتنا الذين على رجاء القيامة رقدوا، وجميع الذين في حنوك ماتوا، واقبلهم في نور وجهك البهي. نسألك فارحمنا جميعا لنستحق أن نكون في الحياة الأبدية شركاء مع الطوباوية مريم العذراء والدة الإله المعظمة والرسل الطوباويين والقديسين أجمعين الذين آتوك منذ الدهر سرورا، فنسدي إليك مجدا وتسبيحا بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس
كل إكرام ومجد إلى دهر الداهرين. إننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نجسر فنقول: تعطف وامنح السلام في أيامنا، وضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. والقدرة والمجد. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم وسلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، فتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. ومع روحك أيضا. تبادلوا سلام المسيح. حامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى عشاء الحمل. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فلتبرأ نفسي.
نصلي لتعظمك الكنيسة، لتعظمك نفوسنا يا من آتيتنا فضلاً عظيماً، ولتعرف جماعة المؤمنين فرحة منشرحة أن الذي ارتكض له القديس يوحنا ابتهاجاً وهو في بطن أمه إنما هو الرب والسيد الحي في هذا السر، والذي يحيا ويملك إلى دهر الداهرين. الرب معكم، ليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح.